إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. حوار مع باحث رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث نبني بخطى ثابتة، منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعين الكرام، ومرحبا بكم إلى حوارنا البحثي العلمي المتجدد من برنامج حوار مع باحث. يتزامن هذا اللقاء مع احتفالات سلطنة عمان بالعيد الوطني 52 المجيد، وقد قطعت السلطنة سلطنة عمان في مجال البحث العلمي والابتكار خطوات وقفزات نوعية دعما للباحثين وآفاق البحث العلمي في سلطنة عمان. يتجلى ذلك من خلال ارتفاع الأرقام فيما يتصل بمؤشر الابتكار في سلطنة عمان. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع التي سنقترب فيها من دراسة بحثية بتمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. أكدت هذه الدراسة البحثية أهمية استخدام التقنيات الذكية للتقليل من مضاعفات الأمراض المزمنة وخفض التكاليف المادية على القطاع الصحي. فأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وتفضلوا بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة البحثية. مولانا جلالة السلطان المعظم، بالهمة الوقادة أوقدتم شعلة الرؤية، وبالعزيمة الوثابة ومتانة الإرادة وحكمة القيادة تسير عمان نحو الرفعة والريادة. عمان نهضة متجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. 18 من نوفمبر، العيد الوطني 52 للنهضة. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. التطبيق العماني الصحي الذكي بعنوان لأجلكم يسهم في رفع المعرفة وتعزيز الكفاءة الذاتية للتعامل مع مضاعفات مرض أنيميا الخلايا المنجلية لدى الأطفال، ويضم محتوى تعليمي يثري المستخدم والشرائح المستهدفة. فباسمكم جميعا أرحب بالباحثة الدكتورة يسرى بنت سليمان الناصرية، وهي أستاذ مساعد بكلية عمان للعلوم الصحية بوزارة الصحة، الباحثة الرئيسية في هذه الدراسة البحثية العلمية. أهلا ومرحبا بك دكتورة يسرى معنا في برنامج حوار مع باحث.
صباح الخير عليكم وعلى المستمعين الكرام في هذه الأرض الطيبة، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. مرحبا بك، نسعد بهذا التواصل معك، ونود بدءا أن نعطي المستمع الكريم الفكرة العامة التي يدور حولها هذا التطبيق وهذه الدراسة البحثية. نعم، طبعا مرض أنيميا الخلايا المنجلية يعتبر أحد أمراض الدم الوراثية الأكثر شيوعا في سلطنة عمان، وله الكثير من المضاعفات وأبرزها اللي هي نوبة الألم الحادة. احنا في دراسة سابقة وجدنا أن جودة حياة الأطفال المصابين بهذا المرض في سلطنة عمان متدنية، وذلك بسبب قلة الوعي ومعرفتهم الكافية عن التعامل مع أعراض هذا المرض والمضاعفات المستمرة، وخصوصا نوبات الألم المتكررة. فمن هنا جاءت فكرة تصميم تطبيق صحي بهدف تعزيز الكفاءة الذاتية لأولياء الأمور للتعامل مع أعراض ومضاعفات هذا المرض، وأيضا رفع الوعي عن كل ما يختص بمرض أنيميا الخلايا المنجلية. ممتاز. طيب الآن فيما يتصل بهذا التطبيق الذي يحتوي على مقياس تفاعلي، نعطي المستمع الكريم الآن الفكرة عن هذا التطبيق، تطبيق لأجلكم وما يتضمنه، وكيف توصلتم إلى نتيجته وشكله النهائي. نعم، طبعا التطبيق احتوى على يعني أيقونات مختلفة، وأهمها كان مقياس ألم تفاعلي، وهنا يتيح لولي الأمر تحديد مكان الألم بدقة، والقياس يعني حددنا القياس من 0 إلى 10، 0 ما في ألم، 10 يكون الطفل عنده ألم، وتظهر له بعض الإرشادات كيفية التعامل مع نوبة الألم في هذاك الوقت. وأيضا إذا كان ولي الأمر لا زال عنده استفسار كيف يسيطر على الألم، في عندنا أيقونة الطبيب لأجلك، وهذه تعتبر هي التواصل مع طبيب عن بعد. طبعا هذه أكثر ميزة أشاد بها المشتركين، هنا أعطت مساحة للتواصل بين أولياء الأمور والأطباء اللي هم المختصين عن مرض أنيميا الخلايا المنجلية. وكانت طبعا معنا من خلف الكواليس الدكتورة أمل الصبحي، نوجه لها كل تحية، هي استشارية دم في المستشفى السلطاني، فهذا أعطى مساحة أيضا للتواصل مع الدكاترة بحيث أنه يجيبوا على كل استفساراتهم كيف يتصرفوا عند نوبة الألم أو في حدود أي مضاعفات. من ضمن أيضا الأيقونات الجميلة اللي هو لعبة تعليمية، طبعا هو كانت لعبة تعليمية احنا عملناها سوبر ماريو كوز، احنا كنا نريد الأطفال يلعبوا ويتعلموا أيضا عن العوامل التي تؤدي إلى الإصابة المتكررة بنوبات الألم، فهي تعليمية ترفيهية في نفس الوقت، وهذه أيضا لاقت على استحسان الأطفال والمستخدمين. هناك أيضا فيديوهات تعليمية تم تخصيصها لرفع المعرفة عن كل ما يختص بمرض أنيميا الخلايا المنجلية، وبعض الأسئلة والأجوبة الأكثر شيوعا اللي ممكن تفيد المستخدم. إذن أنتم هدفتم إلى قياس فاعلية وسهولة استخدام التطبيق التفاعلي لأجلكم في رفع المعرفة وتعزيز الكفاءة الذاتية للتعامل مع مضاعفات مرض أنيميا الخلايا المنجلية لدى الأطفال. نعم. طيب ما أبرز النتائج التي توصلتم إليها من خلال التطبيق والدراسة؟ نعم، طبعا هذه كانت دراسة تجريبية بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. هدفنا كان الرئيسي بعد تصميم التطبيق هو قياس سهولة استخدام التطبيق التفاعلي لأجلكم، وأيضا فاعلية الأيقونات المتواجدة فيه ومدى استفادة المستخدم منها، المحتوى التعليمي، هل عزز من الكفاءة الذاتية، هل رفع الوعي والمعرفة عن مضاعفات أنيميا الخلايا المنجلية، كيف يتعاملوا في أثناء نوبات الألم الحادة. والحمد لله طبعا كان هناك رضا تام من المشاركين في هذه الدراسة، وبالعكس شجعوا تواجد مثل هذه التطبيقات للاستفادة منها والرجوع إليها لتعزيز الصحة. اللعبة التعليمية عززت من المعرفة، الفيديوهات كانت مفيدة أيضا لهم، وأي أكثر أيقونة لاقت على استحسانهم بكل أمانة هي طبيب لأجلك، مثل ما قلت هذه الميزة الجديدة والفريدة اللي هي لاقت على استحسانهم، حيث ما أعطتهم مساحة للتواصل المباشر مع أطباء مختصين والرد على استفساراتهم بما يختص بنوبات الألم المتكررة. نعم، يعني إذن هذه الميزة طبيب لأجلك وهي ميزة جديدة أعطت مساحة للتواصل مع الآباء وأطفالهم عن بعد لتقديم الرعاية المباشرة ومتابعة حالة الطفل ومضاعفات المرض وتقديم الدعم الصحي والمعنوي لهم. كيف يتم ذلك دكتورة في هذه الميزة تحديدا، في ميزة تطبيق لأجلك؟ نعم، طبعا احنا بغرض الدراسة كان احنا هدفنا ان احنا نعملها مثل اتصال مرئي، ولكن لعدم وجود مشغل فاحنا عملناها مثل ايقونة كذا واتساب او اتصال، بحيث ان لما يكون في ألم او المشترك او خلينا نقول ولي الأمر عنده استفسار في اي شيء عن طفله يتواصل مع الدكتور مباشرة، وطبعا يتم
يعني إجابته أو إنه مثلا تحويله، لا الحين محتاج تروح إلى الطوارئ، أنت حاليا محتاج لك فحوصات معينة، لا أمور الطفل طيبة إن شاء الله راح تكون بخير. فكان هذا التواصل عن طريق التطبيق نفسه، بس كانت لأن مثلا ما كان عندنا مشغل إحنا اضطرينا نستخدم الهاتف، ولكن هي أساس المفروض إن إحنا نفعل الاتصال المرئي المباشر حيث إنه تتيح للدكتور أن يرى الطفل ولي الأمر، وأيضا في اتصال يعني مباشر عن طريق الاتصال المرئي. هذا إحنا إن شاء الله جات نشتغل عليها مع وزارة الصحة بإذن الله تعالى. طيب دكتورة، هل أيضا يعطي التطبيق ميزة التذكير ببعض الرسائل؟ نعم نعم، هذا نسينا نقول. نعم في طبعا هي أسبوعية مفروض في تذكير إن مثلا درجة الحرارة، طبعا كما هو معروف بأن هناك عوامل معينة تؤدي إلى حدوث نوبات الألم المتكررة في هؤلاء الأطفال، من ضمنها اللي هي الحرارة الشديدة مثل الجو الحين وموسم البرد، المرتفعات العالية، الرياضة اللي هي الثقيلة شوي على الأطفال لأن مش كل الرياضة تناسبهم، الضغط النفسي. فكان إحنا هدفنا بأن أسبوعيا توصلهم بعض الإشعارات عن التفكير بهذه العوامل، وأيضا إيش اللي مفروض منهم، مثلا شربوا كمية ماء مناسبة، لا ممنوع اليوم درجة الحرارة 35، البقاء في المنزل، وهكذا. فهذه كانت من ضمن الرسائل التفكيرية اللي توصل إلى الأهالي بصفة أسبوعية. نعم. طيب فيما يتصل بمواصلة العمل في الجزء الآخر من هذه الدراسة البحثية عبر ابتكار جهاز ذكي، إلى أين وصلتم وما هي المراحل القادمة إن شاء الله؟ طبعا أنا سعيدة جدا بأن الجزء الثاني من هذه الدراسة اللي هو ابتكار جهاز ذكي لقياس المؤشرات الحيوية التي تؤدي إلى حدوث نوبات الألم المتكررة في الأطفال، تم دعمه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونقدم لهم جزيل شكري على هذا الدعم. وطبعا هذا الدعم وصل لي الشهر الماضي، إن إن شاء الله سأبث في هذه الدراسة اللي هو أن بقوم بابتكار جهاز يتم ربطه بالتليفون، وإن شاء الله هذا راح إحنا نعمل على قياس المؤشرات، فتحتاج دراسة كبيرة هي، إحنا نبدأ فيها من المستشفى نحدد المؤشرات الأساسية أو الحيوية التي تؤدي إلى حدوث المرض، ومن ثم يتم برمجتها في هذا الجهاز وإن شاء الله راح يعني تطلع في الهاتف بإذن الله تعالى. طيب هذه دراسة كبيرة نوعا ما إن شاء الله. الله يسهل. آمين يا رب. كما هو معروف دكتورة بأن الدراسة فتحت آفاق جديدة للنهوض بالرعاية الصحية في سلطنة عمان، واستخدام التكنولوجيا والاتصال المرئي في التواصل مع أولياء الأمور وأطفالهم بهدف تقديم الدعم الصحي والمعنوي للأطفال عن بعد. ماذا عن الآفاق الجديدة والمراحل القادمة لهذه الدراسة والتطبيق في المستقبل إن شاء الله، وإمكانية تعميمه أيضا على أمراض أخرى؟ نعم أستاذ، إحنا نعيش في عصر التكنولوجيا، والحين إحنا في الثورة الصناعية الرابعة، فنحن نرى أن توظيف هذه التقنيات الذكية مهم جدا، خصوصا إحنا عندنا أمراض مزمنة صارت متزايدة ومضاعفاتها كثيرة، فإحنا نحتاج مثل هذه التطبيقات لمتابعة الأمراض المزمنة. وإحنا نرى بأن هذه التقنيات الذكية إذا وظفناها في القطاع الصحي ستعمل نقلة نوعية، بحيث أنها راح تقلل التكاليف المادية، لأن هذول الناس محتاجين دائما متابعة مستمرة، مواعيد وإلى آخر، ولها مضاعفات، فإحنا ليش ننتظر إلى أن تحدث المضاعفات؟ إحنا ممكن نتابعهم عن طريق هذا التطبيق بصفة مستمرة، وأيضا كده إحنا أيضا يسرنا عليهم بحيث أنه يشعروا بأريحية في البيت، تقلل من أوقات الانتظار، أيضا عندنا المواصلات وعب المواصلات والمواقف أيضا تقل عليهم، نشعر حتى الإجازات المرضية إحنا نقللها إذا تمينا يعني عملنا توظيف هذه التقنيات في 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 المستقبل. وأيضا هذا إحنا ممكن نتوسع فيه، صحيح إحنا الحين عملنا على شريحة معينة فقط لغرض الدراسة، ولكن إحنا إن شاء الله رح نتوسع فيه ونضيف لبعض الخيارات الأخرى، ونفس التطبيقات إحنا ممكن نعملها في متابعة أمراض مزمنة مختلفة في سلطنة عمان إن شاء الله. نعم. طيب فيما يتصل بتدريب أولياء الأمور وكذلك المعلمين وأيضا من يتواصل ويتفاعل مع هؤلاء الطلبة المصابين بهذا المرض، كيف تضمنون تدريبهم وقدرتهم على التعامل مع هذا التطبيق؟ نعم طبعا احنا لما عملنا هذه الدراسة اخترنا الشريحة هذه من مستشفى السلطاني. نعم. ومستشفى الجامعة، كانت عندنا مساعدات يعني باحثات اللي هم
تم تدريبهم هذه اللحظة تنزيل التطبيق وأيضا استخدام الأيقونات المناسبة وفي تواصل كان معهم إذا كان في أي يعني أي مشكلة في استخدام التطبيق. وأكون معك صريحة في بعض طبعا لأن هذه تقنية طبعا ما نقدر نتحكم فيها. في بعض الناس مثلا ما كانت تفتح معهم الفيديوهات، في بعض الناس واجههم مثلا صعوبة في تنزيل التطبيق الحج حسب الجهاز والمساحة اللي موجودة فيه. فكان عندنا هناك طبعا مساعدات أو مساعدين باحثين اللي هم كانوا متواصلين مع هؤلاء الأطفال أولياء الأمور بصفة مستمرة. نرجو لكم مزيدا من التوفيق، سنكون بإذن الله متابعين لتطور هذه الدراسة وهذا التطبيق أولا بأول. نتوجه لك في ختام هذا اللقاء بجزيل الشكر، شكرا لك الدكتورة يسرى بنت سليمان الناصرية صاحبة الدراسة البحثية حول أهمية استخدام التقنيات الذكية للتقليل من مضاعفات الأمراض المزمنة وخفض التكاليف المادية على القطاع الصحي عبر التطبيق العماني الصحي الذكي بعنوان لأجلكم. شكرا لك دكتورة ومزيد من التوفيق نرجوه لك. شكرا لكم جميعا. وفي نهاية هذا الختام طبعا أنا أحب أن أوجه شكري الثاني والثالث إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على دعمهم المستمر للباحثين والتشجيع على مثل هذه التقنيات. كذلك أقدم شكري الجزيل إلى معهد الدكتور طلال للاستشارات والتدريب لاختيارهم الاسم لأجلكم وأيضا في لتصميم الشعار في هذا التطبيق، وشكرا لكم على هذه الاستضافة مرة أخرى. شكرا لك دكتورة، والشكر موصول لكم جميع المستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. لقاء آخر وبحث علمي آخر نقترب منه في الأسبوع القادم، وحوار مع باحث. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.